على الوقوف على المكسم، الوقوف على الصباع على الايد، ازاي تطلعه من ايدك للمكسم وازاي من المكسم لايدك، وعلمناه كمان ان هو يديله وجبه على المكسم عشان يتعود ان المكان ده في مكافاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندق وفستق ومشمش سلموا عليكم، بيقولوا لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. خلاص هانت، فاضل 10 ايام ويجي رمضان ونفرح كلنا بأحلى ايام ربنا. بص بقى بندق، بسم الله ما شاء الله، بندق صبح يا بندق، بندق ما شاء الله، بندق اكبر حوصله فيهم. وادي مشمش اهو يا عيني، طبعا مشمش بما ان هو نورمال لاتيني فيا عيني جسمه صغير خالص، وعندك فستق اهو بسم الله ما شاء الله، امكانيات بس دماغ ناشفه وتعبني جدا جدا في التدريب. طبعا مشمش يا عيني قاعد بين اتنين عمالقه اهو، بص مشمش قاعد بين اتنين عمالقه، يروح يصاحب مع ده شويه ويصاحب مع ده شويه. بندق ما شاء الله بدأ يتعلم الطيران اهو، بص بس بس ايه يا فستق، زي ما هو لسه برضك ساعدني، اقف يا فستق. بندق ما شاء الله عليه، بندق على فكره بدأ يتعلم الطيران، بس اطلع يا فستق، اطلع يا فستق وما تبقاش على هطه كده يا فستق. فستق بسم الله ما شاء الله حجمه حلو وحجمه كبير، بس ايه اعصابه سايبه خالص. اقف كده يا انت اهو، ولع يخرب بيت فقرك يا بندق. بندق عمل عليا حمام، بندق خد خد يا ابن اللعيبه، شفت بندق؟ بندق استاذ دلوقتي، خلاص بقى جناحاته بدات تشيل ومحدش عارف يكلمه. خد يا بندق، محدش عارف يكلمك ولا ايه؟ ولا خش خش جنب زمايلك، خش خش جنب اخواتك، اقف كده خش جنب اخواتك، شاطر يلا، ايوه كده رجلك التانيه، شاطر شاطر. تعال فوز، انت غيران منه اهو، تعال فوز 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 فوز، خش 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 يا فوز، خش يا حبيبي يلا، هوب شاطر 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 اهو. اهم حاجه عايزين نعودهم ان هو يقفوا ازاي، يقفوا على المكسم، المكسم ده مهم جدا جدا، تخلي العصفور يحفظ التوازن بتاعه تمام. يبقى المكسم وكتفك من اهم حاجه في التدريب. المكسم ده ممكن نعمل له كده مكسم، وابقى ان شاء الله اعمل لكم حلقه عليه ازاي تعملوا مكسم او وقافه، تحطها على الترابيزه، تحطها على كرسي، تحطها على اي حاجه، بحيث ان انت تعودهم ان هم يقفوا عليه. والاحسن كمان ان احنا نديهم الوجبه بتاعتهم وهم واقفين على المكسم كده، بحيث ان هو يتعود طول ما هو واقف على المكسم يبقى في مكافاه جايه له. دي من ضمن الحاجات الجميله جدا جدا اللي احنا ممكن نعلمهم عليها تمام. طبعا بسم الله ما شاء الله، مشمش ابو عين حمراء ده الجميل الامور ده ما شاء الله، هادي وجميل، بص بسم الله ما شاء الله، خلاص 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 خلاص، تعالى يا بندق، اقف يا بندق. فمشمش بسم الله ما شاء الله اخف وزن فيهم ورشيق، وعندنا هنا بندق، بس يا بندق اثبت ناس اثبت، بس 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 ايه، العب لك كده في خدك كده اهو. طبعا العصفير بتحب الحركه دي قوي اهي، بص بندق مستمتع، بص قاعد مستقانيس. تعالى فزدق فزدق فزدق، تعالى فز 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 فزدق. العصافير او طيور الزينه بتحب اللي العب لها كده جنب، اهو في الحته دي اهو كده، بص بيحبوا قوي كده في الحاجه دي، سبحان الله. اثبت اثبت، ايوه طبعا بندق بسم الله ما شاء الله، انا متوقع له ان هو اول واحد فيهم، هو بدا يطير اهو بسم الله ما شاء الله، بدا يكتشف ان هو عنده جناحات وبدا يرفع جسمه عليها وبدا يطير اهو، بص عايز انطلق. بيعمل ايه بقى بندق قبل ما يطير؟ بيفضل يبص يمين وشمال وبيشوف اقرب حته ليه ايه، وبعد كده يبدا ينطلق عليها. تعال 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 تعال، تتعب نفسك ليه؟ انا اهو حبيبي انا موجود، ما تتعبش نفسك خالص، عايز تتحرك قول لي وانا احركك. انت مؤدب يا مشمش، مشمش انت مؤدب وشاطر، تعال تعالى يا باشا تعالى اهو 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 اهو، الله 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 الله، اوعى تقع اوعى تقع، تعالى تعالى اهو اهو اهو، جدع شاطر اهو اهو. بص انت واكل ومظبط، كفايه بقى اللي انت بتعمله ده، تعالى انت كمان تعالى، شاطر 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 شاطر، ارفع ارفع ارفع، ايوه الجسم تقيل بقى واكل وشبعان بقى، تعالى تعالى، شاطر 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 بندق، بندق شاطر شاطر شاطر، ايه بندق شاطر بندق شاطر. يلا تعالى فوز فوز فوز، تعالى فوز، بص معاهم، بص بص مش ايه مش راح استخبى جنب فوز اهو، بص بص
يا ولد يا ولد يا ولد، اقف كده اقف. طب انا بعلمهم ازاي يروحوا على المكسب، تمام، وبعلمهم ازاي يجوا على ايدي. يلا اقف هنا اهو، اقف جنب اخواتك اهو، اقف جنب اخواتك اهو. شاطر شاطر، ايوه كده، شاطر 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 شاطر، برافو. احسن اتنين في التدريب بندق ومشمش. فستق يا عيني ايه، عامل نفسه عبيط كده وقاعد مع نفسه على قطه مش عايز يشتغل خالص. طيب ماشي، عامة احنا بنصبر، اهم حاجة الصبر، وانت بتدرب كده تصبر جامد جدا جدا على العصافير بتاعتك، تمام؟ طبعا اللي هو مثلا زي ده كده، زي مشمش، بتحس ان هو دايما مناغش كده وعايز طبعا ياكل على طول باستمرار، ده بقى تستغله في التدريب، ممتاز جدا جدا. اما اللي عنده بقى ده ثقة في نفسه ده كده وباشا، ده بقى ايه، تشتغل معاه بحرفية وبذكاء، لان دوت هيكون لئيم وهيكون ذكي في التعامل. بص اول ما جناحاته يشيل، بص 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 اطرحهم، تعال اطرح فين، تعال هنا، تعال، عايز ايه؟ هتبص بص، شكرا شكرا شكرا، يلا انزل انزل هنا، شاطر 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 شاطر. يلا كفايه كده بقى النهارده، كل يوم بقى بقعد معاهم شويه كده، افضل ادرب فيهم اهو. تعال تعالى كده جنب اخواتك هنا، روح هناك، يلا روح هناك كمان كمان، روح هناك، ايوه كده، شاطر. كل يوم بقى نقعد مع بعض نتدرب، يقف على الايد، يقف على المكسم، احط على كتفي شويه، اخليه يبدا يطير، اجيب لهم معلقه اكل وهم شغالين قاعدين بياكلوا. بص أو اجرب لكم دلوقتي، اكن المعلقه دي فيها اكل، بص يعملوا ايه اهو، بص يلا، هم على فكره واكلين، بص اهو، بص بص بندق، بسم الله ما شاء الله، مفجوع معلقه هو مشمش. اما التاني ده ولا في الدماغ خالص، ولا في الدماغ، خد شاطر شاطر. مش مش خلاص، مش مش بقى انت خلاص يا مش مش حوصلتك انت، ما فيش حاجه عندك تلت وتلت، انت عندك كلها مليانه. عندنا هنا بقى الدخن اهو، خد 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 خد، شوف مين اللي هياكل فيهم، هياكل دخن، يلا طبعا بندق، بسم الله ما شاء الله، واول واحد يكتشف الحاجه، خد خد. طيب لسه ما لسه ما تدربوش على الدخن، بس بسم الله ما شاء الله. بص بندق، بص بندق، بص بندق يا ابن اللذينه، بندق ده المكتشف، بسم الله ما شاء الله عليه، اول مره يشوف الدخن. نكتفي بهذا القدر عشان خاطر وقت حضراتكم المسلمين، وان شاء الله انتظرونا في فيديو تاني، وهنتكلم على انواع تاني من التدريب. النهارده اتكلمنا على الوقوف على المكسم، الوقوف على الصباع على الايد، ازاي تطلعه من ايدك للمكسم، وازاي من المكسم لايدك، وعلمناه كمان ان هو يديله وجبه على المكسم عشان يتعود ان المكان دوت في مكافاه، علشان يفضل يتعود على المكان، تمام. تحياتي ليكم، وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي باي باي.